كنت أتمنى أقدر أقول لأهلي عن علاقتنا سوا، كنت أتمنى أنهم يشاركوني فرحتي وأقدر أشاركهم حبي لها، لكن هذا الشيء كان مرة ممنوع منعا باتا في السعودية وكان محرم دينيا. أكيد كان صعب علينا أن احنا نكون علاقتنا بالسر المدة هذه كلها. حسينا أن احنا ما حنقدر نكمل، حسينا باليأس أنه يعني ما نقدر نعيش مع بعض زي أي كابل تاني. بس وقعدنا نحاولنا يعني أكتر حاجة نتمسك ببعض ونستنى الفرصة اللي تخلينا نكون مع بعض. أكيد كنا نتمنى أن إحنا نبقى نكون في السعودية وعايشين وسط أهلنا وفي بلدنا، بس يعني إحنا عارفين أن المجتمع ما حيتقبلنا، ولا حتى يعني في المستقبل القريب ممكن حيكون في تقبل مثلية. قادرين ان احنا نعبر عن حبنا قدام الناس ونكون على طبيعتنا، يعني ان احنا نعيش مع بعض ونكون سوا، هذا يعني كان شيء بالنسبة لنا يعني مرة يعني قريب من المستحيل. أتمنى من المجتمع السعودي أنه يكون متقبل أكثر للاختلاف، ويستوعب أنه البشر ما هم سواسية ولا يوجد نمط وحيد فقط للحياة، وتقبلنا للاختلاف هو معيار تقدمنا وحضارتنا وإنسانيتنا.